انك انت طيب خليني بس عشان احنا عندنا مشوار مهم ويهمني اسمع رايك فيه. بمناسبه، مين احسن نمره 10 في مصر النهارده من وجهه نظرك؟ 10. انت لسه هتفكر؟ ده احنا هتحتار وكده وهتدور ولا هدور؟ مفيش يعني، مفيش عشرات خلاص، مفيش عشرات كانت زمان يعني. طب اتكلم معاك على ماتش الاهلي ومواجهه الاهلي والوداد، ماتشين ذهاب واياب. انت بالمناسبه لعبت افريقيا مع يعني في لعبت افريقيا لعبت افريقيا شايف ماتش الاهلي والوداد، مواجهه الاهلي والوداد ازاي؟ هي فرص الاهلي عموما في البطوله السنه دي ازاي؟ فرصه النادي الاهلي في الفتره اللي فيها الكورونا والمشاكل اللي هي البدنيه والمشاكل اللي هي الفنيه بترجح للنادي الاهلي ان ياخد البطوله. لان يعني برضه زي ما برضه بتكلم حضرتك على ايه؟ العامل البدني للمدرب، المدرب اللي هيعرف يشتغل مع اللعيبه بتاعته يجهزهم بدنيا كويس ويجهزهم فنيا كويس هو اللي هيكسب المباراه. يعني انت في الوداد طلب تاجيل. اترفض النهارده. ليه تاجيل؟ ليه؟ عشان هو مش عنده جاهز، حالات عنده حالات، عنده مشاكل، عنده اصابات، عنده. فالهنا اللي اللعيبه بتاعته اجهز في الفتره دي، زي مثلا بدايه الدوري. بدايه الدوري تبص تلاقي في مدربين عاملين برنامج كويس قوي، تبص لي يكسب 3-4 ماتشات والفرقه تقع. ده بيبقى حاجه كويسه ان جاب ابنات في الاول. طب اللي ما جهزش فرقته بيخسر، اللي جهز فرقته على مدار طويل. الاهلي جاهز من وجهه نظرك؟ يعني شايف الان والاهلي جاهز؟ عندنا 3 ماتشات في الدوري، هنلعب حرس، هنلعب دجله، حرس اسماعيل، اسماعيل، وبعد كده نطلع لعب الوداد في المغرب الاول. تمام. انت عندك دلوقتي 3 ماتشات. الثلاث ماتشات دول المفروض ان انت ايه اهميتهم في الدوري بالنسبه للنادي الاهلي كدوري وككوره؟ ما لهمش اهميه. ليه؟ لان انت كده واخد الدوري. لسه كابتن جمال برضه 20 بونت. لسه امتى؟ 17 بس. 17 بونت. 17 بونت في الكوره، انت بتتكلم 17 بونت. انا عارف انه بعيد وصعب جدا، بس لا، هي الكوره ما فيهاش صعب. بس لكن الكلام دوت مع مين؟ مع الفرق اللي هي الصغيره. ايوه. لكن لما تكون انت فرقه تقيله تقيله زي النادي الاهلي، لما تيجي تقول لي فرق 17 بونت وتخسرهم، انت عارف يعني ايه تخسر؟ معلش انا عشان وقتنا، بس انا عايز افريقيا تحديدا. يعني الدوري بالنسبه لي مش مقياس، لانه الاهلي يغرد منفردا. يعني يبقى انت يعني لازم انت فرق كبير جدا بين الاهلي، ومع كامل الاحترام والتقدير، ده مش تقليل من بقيه الانديه، بس يعني الناس كلها تتصارع البطوله الحقيقيه وصافه الدوري المركز الثاني. هو دي حاله الصراع الحقيقيه. تمام. لكن الاهلي خلاص يعني يغرد منفردا، ده ملوش علاقه بافريقيا، وده مش معيار او مقياس. ده اللي انا هكمل لك. ليه علاقه؟ اتفضل. انا بقول لك يا كابتن عبد النانا، دلوقتي 3 مباريات اللي جايين دول المفروض كمدرب العب الثلاث مباريات دول العبهم بالشكل اللي انا هروح العب بيه بره. يعني انا ما اجيش دلوقتي العب بهاجم الفرقه دي على طول على طول على طول، فاهمني؟ عشان اكسب. طب انا هروح انا بره هلعب المغرب ازاي؟ هلعبها ازاي؟ هل انا الفرقه دي هتعمل زون ديفنس؟ وزي مثلا الحرس زي ما هي عدت لي ال 11 لعيب على خط ال 18؟ مش هيحصل. يبقى انا لازم الثلاث ماتشات اللي انا هلعبهم دول تجرب هم دول اللي هشتغل بيهم الماتش بتاع المغرب. صحيح. يعني نورتنا واسعدتنا وشرفتنا بوجودك في السادسه. بشكرك شكرا جزيلا كابتن جمال. شكرا. مساعد نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، وان شاء الله يكون ليها لقاءات ثانيه دايما مع حضرتك. حبيبي يا محمد. بشكر حضراتكم على متابعه حلقه النهارده. بكره ان شاء الله نقابلكم يوم جديد. بكره الاهلي ان شاء الله هيستأنف تدريبات مره ثانيه طبعا، واستعدادا لماتش اللي جاي في بطوله الدوري. خلوني بس قبل ما اختم الحلقه سريعا جدا اوجه كلمه لوالده واسره واصدقاء ومحبين محمد عبد الوهاب، اللي خصصنا له فقره امبارح في ذكرى ال 14 ذكرى رحيله. كم مشاعر الحب الجياشه وكم الدعاء من جماهير النادي الاهلي للراحل محمد عبد الوهاب اكبر من الوصف، اكبر من الكلام يعبر عنه. ربنا يا رب يتقبله ويجعله دايما في ميزان حسناته. بشكر جمهور الاهلي الوفي اللي بياكد على معنى واحد، انه حب الناس نعمه لا تقدر بثمن.